السلام عليكم uh, Cultural Studies هذا الدرس الخامس وغادي نشوفو فيه باختصار Cultural Ethos Ethnocentrism and Cultural Relativism طيب الحال غادي نشوفوهم بشكل مختصر غنقرا كل paragraph باللغة الإنجليزية وغادي نشرح من وراها بالدارجة نبدأ على بركة الله Ethos is the fundamental philosophy or ideology of an entire culture on which it يعني this culture rests Cultural ethos refers to the socially acceptable norms and values within a society. Ethnocentrism, on the other hand, is judging another society by the values and standards of one's own society. إيش المقصود هنا؟ ethos كتعني الفلسفة أو الإيديولوجيا. يعني الإيديولوجيا علاش مبنية ثقافة كاملة. المقصود بال cultural ethos هما دوك المعايير والقيم المعايير والقيم اللي كان داخل شي مجتمع بينما ethnocentrism هي الحكم أولى اعطاء احكام على واحد المجتمع من خلال المعايير والقيم ديال المجتمع اللي تنتمي ليه يعني تحكم على مجتمع مختلف على المجتمع ديالك بناء على معايير وقيم مجتمعك الخاص مثلا مغربي احنا مغاربه ونحكمه بناء على ذوك المعايير والقيم تاع المجتمع ديالنا على المجتمع او على ثقافه المجتمع الفرنسي او الانجليزي على سبيل المثال إثنو ethnocentrism. ethnocentrism is the view of things in which one's own group is the center of everything and all other members are rated based on it on one's own group within a society Ethnocentrism is also the tendency to evaluate other cultures by standards of one's own. Ethnocentrism has existed throughout history and it develops because of the psychological, egoistic character in every individual. It is also the act of domination or power by which a person feels that he or she is superior. It's found في people الذين self of themselves and want to improve it by engaging in أو لا, ethnocentrism. كتعني كذلك الميول, أو لا, آه, آه, الميول لتقييم ثقافات أخرى انطلاقا من المعايير ثقافتك الخاصة. إثنوcentrism تواجدت على مر التاريخ الإنساني وكتطور بسبب الانا السيكولوجية تاع كل فرد داخل المجتمع وكنقصد بها داك الشعور بالقوة او الهيمنة ديال التفوق اللي كيحس به الفرد هذا الشعور تيكون عند الناس غالبا اللي عندها مستوى هذا لو سيلف ايستيم يعني مستوى احترام الذات تيكون ناقص وكتبغي ترفع من مستوى احترامها وتقديرها لذاتها عن طريق ممارسه اثنو سنتريزم ان اوردر تو ديل وذ of ethnocentrism the concept of cultural relativism was developed cultural relativism refers to not judging a culture to our own standards of what is right or wrong strange or normal instead we should try to understand cultural practices of other groups in its own cultural context اش المقصود يا؟ يعني؟ وباش نتعاملوا مع مشكله الاثنوسنتريزم تبنا واحد مفهوم ثقافي اخر اللي هو سميتو كالتشرال relativism يعني الثقافة النسبوية فاش درت لها الترجمة ديالها اللي كتعني اننا ما تحكموا على ثقافة بناء على معايير ما هو خطا وما هو صواب او لا ما هو عادي مقبول وغريب وغير اعتيادي اللي كاين في ثقافتنا لكن على العكس خاصنا نحاول نفهموا الممارسات الثقافيه ديال مجموعات مجتمعيه اخرى داخل سياقها الثقافي المقصود In, in its own cultural context. The function and meaning of a trait cannot be judged as good or bad, but only as functional or dysfunctional for the culture within which it operates. If we wish to understand a culture or subculture other than our own, we must examine it in terms of its own values, norms, standards, and patterns of living. For this reason, we must make a great effort to see the culture we are interested in as its members see it. Only through this way we can reach understanding of it. اش مقصود هنايا الوظيفه والمعنى ديال شي ميزه ثقافيه ما خصناش نحكمو عليها على اساس جود او لا يعني ماشي مزيانة أو لا خايبة وإنما على أساس واش هي ميزة ذات طابع وظيفي أو لا لا بالنسبة للثقافة اللي كتواجد فيها إلا إيه بغينا ثقافة مغايرة الثقافة ديالنا إلا إيه بغيناها مثلا خاصنا نفحصوها وندرسوها بناء على القيم والمعايير وأساليب العيش الخاصة بها ولهذا السبب خاصنا نبدو مجهود باش نشوفو الثقافة اللي احنا مهتمين بها تماما كيف تشوفوها الناس ديالها. فقط الى نضرنا لها بهذه الطريقه غادي نقرو غادي نقدروا نفهموها ونتمنى لكم التوفيق سي يو ويد ذا بارت